مع دخول حرب غزة شهرها السابع، يأتي الآن نبأ خروج الجيش الإسرائيلي بمعظم قواته من جنوب القطاع، باستثناء قوة واحدة تدعى نحال ستبقى هناك لتمنع الفلسطينيين في الجنوب من التوجه شمالاً والعودة لمنازلهم، في حالة أثارت عديد التساؤلات حول مستقبل التوغل البري الإسرائيلي في رفاح. صحيفة هارتس الإسرائيلية كشفت عما قيل إنها خطة إسرائيلية تتبعها تل أبيب لهدفين اثنين: بداية لتجاوز الإرهاق الذي أصاب جنود إسرائيل بعد شهور الحرب وطبيعة قتال الشوارع، ومن قبل هذا هي خطوة تمثل آخر محاولات إخراج عناصر حماس من أماكنهم، حيث أن خروج كتائب لجنود إسرائيل بالجملة قد يفتح الباب أمام مغادرة أفراد حماس لأنفاقهم وغيرها من المواقع. تزامناً مع هذا، فإن إسرائيل حضرت 40,000 خيمة استعداداً لإجلاء مئات آلاف الفلسطينيين من رفاح، وهو ما يعني وفق مسؤولين إسرائيليين الجزء الأخير من الخطة قبل عملية التوغل المنتظرة، لاسيما وأن وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد كشفت أن الجيش قد يبدأ باجتياح رفح في حال لم يتم التوصل لأي تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، وهو الأمر العالق إلى الآن في مفاوضات القاهرة. فهل حقاً نحن أمام لحظات ما قبل كارثة التوغل الفعلي داخل رفح؟